برج الدلو من الابراج اللي بيعرف يعمل ابديت سواء ولد او بنت، اوكي؟ بيتغيروا مش فارق لهم، يعني بيعرفوا كل يوم يلبسوا فستان جديد، بدله جديده، بيعرفوا يغيروا، بيتكيفوا مع الظروف اللي عايشينها سواء على هواهم او لا، او الستايل بتاعهم او مش الستايل بتاعهم، او شكلهم او مش شكلهم، بيعرفوا يتعاملوا لغايه لما بيتمكنوا وبعد كده بينفروا الموضوع، بيظهروا على حقيقتهم بالظبط. لان ما فيش حد النهارده، اي حد بيقعد يمثل شويه لازم هيجي وهو عصبي في اي موقف هيبان. اوكي صح. فبيبان فبيبتدوا يكشفوا، لكن هم مش مؤذيين، هم طيبين. هم امتى بيبقوا مؤذيين؟ لما حد هم من الابراج، دايما الابراج الهوائيه ودانيين، يعني دايما بيسمعوا للناس وبيروحوا، اللي هم الدلو والجوزاء والميزان، دول شخصيات ودانيه، وخصوصا الرجاله اللي فيهم، اوكي، والجوزاء والدلو في البنات ودانيين جدا، بيسمعوا للناس وممكن يروحوا تبقى كذبه. اوكي، فبرج الدلو بيعرف يعمل من الفسيخ شربات. برج الدلو في البنات بتعرف تتغير من حياتها كل سنه. طب يعني هيكون عندها بدايه جديده؟ هي كل سنه عندها حياه. اوكي، زي الاسد بالظبط. اوكي.